السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهاردة ان شاء الله يا جماعة انا جاي لكم بفيديو جديد كده، فيه شوية معلومات دسمة بإذن الله هتنفع القديم وهتنفع الجديد، هتنفع الصياد القديم المتمكن وهتنفع الصياد الجديد. طبعا احنا كنا طالعين النهاردة في ريح جنوبي غربي، والريح ده ما بيبقاش مستحب فيه الصيد، لا تسقيط ولا من على البر، ولكن احنا كنا حابين نغير جو. زي ما هتظهر معانا كده الصورة بتاعت النشرة اهي، زي ما انتم شايفين يا شباب الريح عندك هنا اهوت، شايفين الاسهم كده طالع اهوت جاي جنوبي. جنوبي ده يا جماعة يعني الريح جاي من البر لداخل جوه، فالسمك بيبقى متوتر، وزائد ان هو غير كذا مرة. لو انتم شايفين ان الريح اهو الاسهم بتغير كذا مرة زي ما انتم شايفين. طبعا الريح كان من 6، ارتفاع موج كان 3-5، يعني ارتفاع الموج كان كويس، ولكن الريح هو هيوصل معانا الساعة 2 لحد ايه 12 يعني 20. فانا توفقت خدت 2 كيلو بس الحمد لله رب العالمين. طبعا ربنا ما يحرمنا من الاحبة الناس الطيبة ديت اللي كانت معانا في الرحلة منورنا، واخواتنا التانيين دول. خليكم معانا ان شاء الله فيديو جميل باذن الله حبايبنا. بصوا يا جماعة انا عايزكم تركزوا معايا في صوت المكنة. انا ظابط الزنان بتاعي او الفرامل بتاعت المكنة ان هي انا نلف، وفي نفس الوقت لو السمك عايزة تسحب تسحب، بحيث ان هي ما تلاقيش الدنيا عاصية معاها وهي عايزة تسحب او تتعافى تيجي السنار شارط منها، يجي الخيط مقطوع. فركزوا كده يا جماعة، عيدوا اللقطة دي تاني كده وركزوا في صوت المكنة، انا بنسحب والسمكة برضو بتسحب معايا، هو ده الصح، لان كانت ديت غلطة ايه المكاوة قبل كده. عارف انت ليه؟ عشان عومته. عوم ولا بص ده يا راجل؟ طب ليه؟ انا عايز يا عم ظننا يا جماعه وما يطلع برضه هو الارض. دي سمكه ثانيه برضه جت معايا، الصوت ان شاء الله هيبقى فيها واضح برضه باذن الله. هي راحت برضه هي كمان، بس عشان انا مهتم بس، والله دي سمكه ثانيه، هي باينه يعني مش دمجه او كلام من ده. خليكم معانا متريحوش. اهو تريحته كده، ارفع حته جنبه يا سارع، جنبه يا جماعه. الله كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح، ويسعد مساكم اذا كان عندكم مساء. دي اللي انت عايزها يا محمد. اهلا بكم في قناتكم من اوعات رحاله. النهارده ان شاء الله فيديو جديد برضو باذن الله، برضو على التصميم ان شاء الله، شغالين على الغسيله حاليا باذن الله ومشيته. طلعنا طبعا على ناحيه الغرب، وهنطلع لكم النشره اهي دلوقتي تشوفوها. يعني هو الريح بتاعنا النهارده من 8-11 باذن الله ومشيته. الريح طبعا جنوبي وربنا المستعان، الله كريم، ان شاء الله يكون يومنا جميل. طبعا احنا قبل ما نصور السمكه ديت كنا واقفين شويه كده الصبح، بس كانت العمليه معانا ايه ضعيفه شويه يعني، فالله المستعان نقلنا، خدنا نقله وربنا يسهل لنا الحال يا رب، الله كريم. خليكم معانا يا شباب. يا مسهل الحال يا رب. مكاوي رابع مرة على التوالي، وزيلة بلدي. معاك حاجة خالد؟ ده مش على الغرب يا كريم. ماشي. العب يا مكاوي. يا كريم يا رب. ايه ماشي. ما شاء الله مكاوي. مكاوي بسم الله ما شاء الله، ضرب ملكة على البركة، يعني حاجة جميلة هي. الله يبارك لك فيها يا حبيبي. صباح الخير. صباح الخير. نهارك عسل إن شاء الله. يا جماعة السمكة يعني. طبعا يا جماعة أهم حاجة في عدة التسقيق لازم يبقى معاك مكنة كبيرة. لأن هنا زي ما أنتم شايفين أستاذ محمد بركات المكنة اللي معاه 5000 صغيرة
وضرب سمكة 3 كيلو، المكنة مش جايباها ولا عارفة تعمل فيها أي حاجة، فأنا اضطريت إن أنا نسحبها زي ما أنتم شايفين كده بإذن الله. هو الفيديو ده كان في رحلة تانية، وبرضه أخويا محمد فايز في الرحلة اللي هي بتاعت النهاردة كان برضه معاه مكن صغير فكان متعب. بالنسبة بقى لسمكة القرادة يا جماعة، أنا كنت شغال بحار وفي سنة 2009 كده كنت أول مرة نتعرف على السمكة دي، فسبحان الله نظفتها بالفطرة كده، نظفتها بطريقة صحيحة بالفطرة من غير ما نعرف إن هي مسممة. ومن وقتنا هذا لحد دلوقتي وأنا بننظف السمكة ديت وبناكلها والحمد لله رب العالمين سليم. أنا بنقول الكلام ده عشان الناس اللي هي حلفتني إن أنا ما ناكلش السمكة دي، فكنت حابب نقول الكلام ده في فيديوهاتي. ربنا المستعان يعني إن شاء الله. شباب خليكم معانا، الفيديو جميل بإذن الله. قبطان سامح اطلع يا قبطان حبيبي يا سمو حبيبي حبيبي ابو يحيى اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. يلا يا جماعه خليكم معانا معانا ضربة حلوة إن شاء الله يا جماعة، شكلها تيس بإذن الله. ملكة يا كريم يا رب. مين يراهن؟ إيه الكلام؟ صلى على النبي صلى على النبي إن شاء الله إن شاء الله يا كريم يا رب. صلاة النبي يا شباب، الله يبارك. أحلى عم خالد حبيبي حبيبي. صلاة النبي يا جماعة. يا جماعة أول ما الريح غير علينا سبحان الله، الراجل الطيب دوت كان اسمه ريمون خد سبحة البجروة أو الغزيلة أو، وأنا برضو في نفس الوقت واخد برضو بجروة هي ساعة ما الريح غير على طول. ده عيب بقى الريح اللي هو الجنوبي الغربي، خليكم معانا. عيب الريح اللي هو اللي بيغير ده كل شوية كده، إن أنت بتاخد سمك الريح يغير يوقف، ما بتاخدش سمك بص تلاقي طفة سمك دخلت عليك. الله كريم خليكم معانا يا شباب. انا يا جماعه طبعا مش عارفين نصور احنا النهارده فاستحملونا بقى نصور الاسبوع الجاي. وادي غزيلايه اهي يا مساء الحال يا رب. صيد السمك مع سمسم اسامه، لا باس عليك يا عمي، الف سلامه. اول شرغوشه معانا النهارده يا جماعه، واخر بالنسبه للجروب منوعات رحال، دي اول شرغوشه تطلع عندنا النهارده واخر رميه، يعني هي اخر سمكه طبعا تعتبر هتطلع على المركب مع طبعا استاذ خالق حبيبي استاذ خالق. شباب النهارده والله برضو ايه بصراحه يعني الرحله الجنوبي ما كدبش علينا كالعاده، الرحله يعني كانت كأجواء رحلة صيد كويسة، ولكن السمك كان قليل النهاردة خالص. طبعا اخدنا بعض حباية غزيلة بلدي كبيرة، اخدنا ملكات برضو كبيرة، بس الحمد لله رب العالمين يعني على اي حال غيرنا جو. في كواليس بقى يا جماعة ايه عايزين نوريها لكم كده. انا ده كان رزق انا النهاردة، محمد فايز طلع طلع اهو الحمد لله رب العالمين. يا شباب وصلنا بالسلامة، والواحد الرحلة ديت عشان ما كنتش نايم كنت تعبان جامد خالص والله، الحمد لله رب العالمين. بس الحمد لله رب العالمين اليوم عدى على خير ووصلنا بيوتنا بالسلامة. طبعا كان من ضمن الكواليس اللي انا عايز نقولها لكم، انا النهاردة كنت تعبان خالص بسبب قلة النوم، وجيت برضو والله لقيت يحيى تعبان، ادعوله بالشفاء ربنا يشفيه يا رب، وهو حابب يتصور ويطلع معايا في الفيديو يعني. فانا ايه قلت نختم الفيديو هنا ان شاء الله في البيت مع ايه مع الاخ يحيى. من كواليس النهاردة ان ايه لازم تبقى نايم، لازم 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 وانت طالع تسقيط تبقى نايم، النوم ده بيفرق كتير جدا يا جماعة. وحاول وانت بتتعلم التسقيط تتعلم تقرأ النشرة، لان مهما كان المراكبي فهمان لما انت تبقى انت كمان فهمان في النشرة
هتقدر توجهه تقول له يمين تقول له شمال، الكلام ده هيفرق معاك وهيفرق مع الناس. فكان النهارده مثلا الريح بتاعنا كان المفروض ان هو بدايته جنوبي غربي، فالمراكبي طلع ناحيه الغرب على اساس ان الريح جنوبي غربي، هو مش واخد باله ان الريح بيغير كذا مره، زي ما وريتكم في اول الفيديو وهنوري لكم دلوقتي ان الريح بيغير كذا مره. شايفين الاسهم بتاعت صوره النشره، شايف السهم شويه كده وشويه كده وشويه كده، كان في التغيير دوت بيدخل علينا سمك ونفضلوا ناخده سمك، يا دوبك نشتغل شويه الريح يغير علينا، يجي الصيد يجي واقف خالص، وشد علينا الريح شويه فكنا على الغزيله، الرصاصه مهما كانت 200 جرام ما كانتش بتقدر توصل على الارض. فالحمد لله اليوم مهما كان يعني برضه غيرنا جو كرحله صيد كرحله تسقيط ممتعه، اتمتعنا الحمد لله، غيرنا جو، ضحكنا، خدنا سمك برضو. يعني انا حصلتي كانت 2 كيلو، تعمل ايه يا معلم؟ انت بتصور؟ انا كانت حصلتي الحمد لله 2 كيلو سمك، فمجزيه يعني لحد ما، ودي برضو حلاوه التسقيط ان انت بفضل الله يعني ايه ما بيكسفش حد التسقيط. فنتمنى لكم مشاهده ممتعه يا جماعه باذن الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بس بالله عليكم اللي حابب يدعمنا ما تنساش تشترك عندنا في القناه وتعمل لايك. حبيبي عمي يحيى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.